السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة أنا جبت لكم تحفة نبوية أهداها النبي صلى الله عليه وسلم إلى فلذة كبده وحبيبته حبيبة نفسه السيدة فاطمة الزهراء ابنة النبي عليه الصلاة والسلام. والتحفة النبوية هي فائدة لإجابة الدعاء ولزيادة الرزق. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اقضي عني الدين واغنني من الفقر. هنقرأ هذه التحفة والفائدة النبوية بعد ما نصلي الصلاة المفروضة. نصلي بعد الفريضة ركعتين نافلة، ونقرأ هذا الدعاء طبعا بعد التسبيح والتكبير والتهليل لله والصلاة على سيدنا محمد. دي كلها من أسباب لإجابة الدعاء والتضرع والخشوع لله عز وجل. نطلب حاجتنا من الله مستجابة بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، وأترككم في رعاية الله وحفظه، ولا تنسوني من دعوة حلوة بظهر الغيب. دمتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.